عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نسرين من السعودية. وأنا لين. هذه بنتي لين جاية معايا اليوم عشان أعلمها كيف تطبخ طبق رئيسي في السعودية وهو اسمه الجريش. جريش معناه طحنوه، انطحن. كانوا زمان يعني بالمشكينة بيطحنوه. طبعا شوفي انت، شوفي كيف قاسي الحب، فبده وقت عشان يستوي. حنضيف معاه الرز المصري عشان يعطي له زي النشا. الحين عندنا صدر الدجاجة حنسلقها بالموية، والموية نحتاجها بطبخ الجريش طبعا، ونفس الصدر كمان حنطحنه ونحطه مع الجريش. متى نعرف ان البصل استوى وخلص يعني؟ البصل لازم يصير لونه بني فاتح. هذه البهارات اللي حنستخدمها. كمون. هنبدأ بكمون صح؟ كله مع بعض. أيوة نحطه. طيب. تعالي احنا ما نشوف اذا استوى ولا لا. لا لا خلاص كده انتهينا، هو لسه الأكلة كيف تستوي. الحين نقلب الرز مع الجريش مع بعض نحطهم. ماما انت متى تعلمتي تطبخي؟ والله حبيبتي تعلمت لما الظروف حكمت يعني، وصار تزوجت بابتك فصار لازم اني انا اطبخ يعني. كنا نشتري كتاب طبخ كان غالي ب 200 درهم زمان، كان يعني انه واو. فبدات معاه خطوه خطوه، كنت اسال يعني لما نحتاج شيء اسال امي اسال حماتي، كنت يعني اعمل اخطاء كثير مشاكل وتحرقي طبعا، والجيران يشموا روايح والالارم سيستم يضرب، بس بعدين زبط. الحين حاخذ الدجاجه دي المسلوقه صدر الدجاج وحاطحنه بالبلندر. الحين ايش نسوي؟ حنعمل اللبن اللي حنضيفه للجريش. طيب هو لبن صفى، ميزته انه يخلي الاكل يعني من حط للطبخه يخليها متماسكه، وانا الجريش ابغاه يتماسك. حنحط نص ملعقة زبدة على البصل، ومو على البصل نحط هنا. لا يا حبيبتي الله يهديك، ايش حتسوي؟ بسم الله حتسوي لنا جريمة في حق المطبخ. قولي لي انت ايش تحبي اكثر اكله من اكلات السعوديه؟ ايش اكثر اكله تحبيها؟ انت تحبيها يعني. انا حسالك انت ايش اكثر اكله تحبيها؟ والله شكلها هاي الطبخه شكلها. طب ان شاء الله ناكل منها وتعجبك. يلا. ميزة الصفا انه يخلي نوعا ما اللبن مع الحليب يخليه نوعا ما متماسك. الحين هاغرفه بالصحن وندوقه. لا لا هذا اقول من اول بقول هذا توب من فوق يتحط زي كده يتحط. مرة طعم مرة عجبني. تسلم يدي بصراحة طبق مرة طعم. شكرا انكم تابعتوني، وان شاء الله مرة ثانية مع اكلة جديدة وفيها من منتجاتنا منتجات الحليب والألبان من الصفا.